صباح النور لك فضيلة، يسعد صباحك، كيفك اليوم؟ الحمد لله أتمنى تكوني بخير. تمام. اليوم يعني دائما أنت تتحدثي عن حب فلسطين. صحيح. والجزائر دائما تحب فلسطين وفلسطين. نعم. تحب الجزائر. نعم جدا جدا جدا. اليوم الذكرى حزينة على كل فلسطيني. صحيح. نتحدث عن ذكرى النكبة، ولكن كما تحدثنا أنه الحياة مستمرة بالنسبة لكل فلسطيني. فعلا. لا يزال يقاوم ولا يزال يستذكر النكبة كأنها اليوم حصلت. صحيح. وفي الأدب انعكس ذلك. نعم. شوفي، بين ما حدث في فلسطين، بين القضية الفلسطينية وبين الأدب العربي، هناك قرابة ثورية. نعم. هذه القرابة الثورية مستمرة إلى اليوم. تأثرنا بالنكبة، يعني تخيلي مثلا سقوط الأندلس إلى اليوم موجود في النصوص المعاصرة، فما بالك بالنكبة التي لم نشفى منها بعد. نعم. وشوفي يعني الأحداث. صحيح. يعني شيرين أبو عاقلة أعادت الفيلم كله من أوله. صحيح. ومن يرى الفيديوهات يعني التي تناقلتها وسائل الإعلام عندما كانوا المشيعين ويقومون بضربهم قوات الاحتلال الإسرائيلي. صحيح. يعرف بأن هذا شعب عنيد جدا جدا. صح. لا يمكن له فعلا. يعني لا يمكن لشخص أن يتخلى عن حقه في أرضه. 100%. نعود إلى الشعر. نعم. وأهم شعراء النكبة. بالتأكيد هناك شعراء كثيرين، ولكن نحن عادة ما نظلم هؤلاء الذين إما ماتوا بعمر صغير. نعم. أو أنهم لم يلقى عليهم الضوء جيدا. الناس تعرف محمود درويش، سميح القاسم، وأحمد دحبور، وبعض الأسماء. نعم. لكن لا يعرفون إلا المختصين أو النخبويين جدا. يعرفوا مثلا عبد الرحيم محمود. نعم. عبد الرحيم محمود استشهد بعد شهرين من يوم النكبة وعمره 35 سنة. نعم. حكايته حكاية. هذا عبد الرحيم محمود هو ولد في 1913 عنبتة. نعم. بعنبتة. بطول كرم. بطول كرم. بطول كرم. يعني عم تستهدي في مدينتي اليوم. أنا بستهدفك اليوم قصد. نعم نعم. شارك في ثورة 36 و39 وشارك في حرب 48. كان أستاذ لغة عربية، استقال والتحق بصفوف المقاتلين في جبل النار. طاردته الحكومة البريطانية، ما خلتوش أبدا يرتاح، فهاجر إلى العراق والتحق بالكلية الحربية. تخرج منها بعد 3 سنوات برتبة ملازم، هذه على أيام الملك غازي بن فيصل بن الحسين. نعم. كتب الكثير. شوفي عمره قصير، ولكن كتب الكثير من الشعر. وحتى حين أصيب بقذيفة في عنقه، حاملينه وهو يعني خلص مخاضر الوداع، كان يردد احملوني احملوني واحذروا أن تتركوني. نعم. وعنده قصيدة مهمة جدا ومشهورة، وكان كل فدائي حفظها. فيني أحكيها أنا؟ تفضلي، نحب تقرأيها. عن جد رائعة هذه القصيدة. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، ونفس الصديق لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. حفظتيها من أيام المدرسة. أكيد. رائعة. طبعا رائعة. نعم. كل الأطفال كانوا يحفظوها. صحيح. استغربي أنه الطفل مثلا لا يميل إلى اللغة العربية، لكن هناك قصائد تلامسه وتلامس. صحيح. روحه. يعني عبد الرحيم محمود الحمد لله أنه جمع نتاجه الشعري بعد 10 سنوات. نعم. من استشهاده، وموجودة الأشعار الموجودة الدواوين لمن يريد أن يعود. نعم. إليها. نعم. عنا عبد الكريم الكرمي المكنى بأبي سلمى، كمان من طول كرم الكرمي. يعني اليوم أنا اليوم استقصدتك يعني أنت شخصيا. نعم. نعم. هو من أسرة عالمة. شوفي، جده هو الشيخ علي منصور الكرمي. نعم. أبوه سعيد الكرمي العالم والوزير، أخوته الأديب أحمد شاكر الكرمي وعالم اللغة حسن الكرمي والأديب محمود الكرمي. صحيح. أما عن الكنية أبو سلمى، أبو سلمى فهو عنده ولد واحد اللي هو. نعم. سعيد، ولكن عمره ما جاب سلمى. نعم. بقى أبو سلمى إلى كانت هناك دائما أسماء يعني حركية بفلسطين تسمى. صحيح. اسم حركي. صحيح. ومرات لا تكون متطابقة مع اسم أول. أبدا. مع اسم أول ولد. عادة يعني الأب ينسب إلى أول ولد. صح. له. صح. أبو فلان. نعم. مش للأنثى، فأنا يعني أستغرب ليه ينسب يعني. أنا لا أحبها يعني هذه العادة، ولكن موجودة بالحقيقة. هو لقب. ولكن اليوم أبو سلمى يعني عم نتحدث باسم أنثى. صحيح. هو يعني لقب بزيتونة فلسطين. نعم.
وعاش استلم مناصب رئيس قسم الإعلام في منظمة التحرير صحيح. الفلسطينية، رئيس الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين. أقالته السلطات البريطانية من عمله، من وظيفته صحيح. ولكن شوفي الصداقة عندما كيف. كتب شعر عن صحيح. كان كتب شعر بسبب عن فلسطين، أعتقد أنه اسمه يا فلسطين صحيح، أو هيك يعني بهذا الاسم تحت هذا المسمى، وكان شعر مقاوم جدا ويتحدث فيه عن الاعتداءات من قبل الجيش البريطاني صحيح. في ذلك الوقت على جبل المكبر وما يحدث هناك. مذكرة كويس. نعم مذكرة كويس. شو يعني من بين ما قاله في القصيدة هذه الشهيرة، يا أخي أنت معي في كل درب، فاحمل الجرح وسر جنبا لجنبي. يا أخي ما ضاع منا وطن خالد نحمله في كل قلبي. طبعا صديقه إبراهيم طوقان نعم. قال له خلي الوظيفة تروح، الوظيفة ما يهمش، فوظفه في إذاعة فلسطين. نعم نعم جميل. صداقتهم عنده صداقة كبيرة صحيح. مع وشو حلو الصداقة لما تكون بين ناس مثقفة صحيح. يعني هي أنا أعتقد أن الثقافة معدية دائما والجهل معدي أي. فعندما تكون الصداقة مع الناس المثقفين فهناك عدوى للمجتمع كامل صحيح. من شعراء النكبة أيضا خلينا نهضروا على هارون هاشم رشيد. طبعا كاين علي هاشم رشيد، والناس دايما تغلط بيناتهم حتى نعم. يستعملوا أحيانا صورة علي لهارون صح. أو العكس يعني، وينسبون الدواوين أيضا، يأخذوا هذا الديوان يحطوا نعم. حتى في السيرة الذاتية يتشابهان كثيرا نعم. المناصب اللي تولوها. خلينا نهضروا على هارون هاشم رشيد الذي توفي قبل سنتين فقط في 2020 نعم. عن عمر 93 سنة. هو أطلق عليه عدة ألقاب أيضا، شاعر العودة، شاعر الثورة، شاعر النكبة، شاعر قرار 194 قرار عز الدين العودة نعم صحيح. شوفي في شعراء نقاد نعم. يعني يركز ويتبعوا ما الذي ورد، الألفاظ التي وردت بكثرة صحيح. في شعر الشاعر صح. وينال هذا اللقب. هو تحدث بكثرة عن حق العودة، كان جرح، كان جرح صح. في قلبه، حرام مسكين الله يرحمه، الله يرحمه. عنده عناوين كثيرة، عودة الغرباء، عنده حتى يعود شعب. وطبعا هناك أغنية شهيرة غنتها فيروز في 1955 نعم. هي غرباء. وهناك أغنية لنسبت إليه وتنسب إليه إلى اليوم نعم. سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات الماء، سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا. هذه للرحابنا نعم. مش للشاعر نعم. نال طبعا جوائز كثيرة من ضمنها وسام القدس سنة 1990. الحمد لله أنه نال هالوسام بحياته، لأنه عم نلاقي دائما التكريم. هناك يعني نعم. تكريمات تأتي متأخرة بالأسف. ودائما ما نتساءل ما الفائدة منها. صح. في عنا آخر شاعر هلأ، مين بدك تحدثين؟ آخر شاعر أو نحكيه على فدوى طوقان؟ فدوى طوقان فلتكن. طيب لنتحدث عن فدوى طوقان. فدوى طوقان تهمني أنا شخصيا، وأنا أيضا، لأنه تحدثت كثيرا عن حقوق المرأة صحيح، المرأة الفلسطينية تحديدا نعم. وناضلت من أجل حرية واحترام المرأة الفلسطينية صح. لأنه عندها جانبها النضالي الذي لا يلقى عليه الضوء نعم. تعرفين الرجال يحتكرون كل شيء، حتى الحروب ونتائج صح. الحروب والانتصارات وما إلى ذلك. الفريق ما لازمش يزعف مني نعم نعم أقول نعم ذلك. بس ولكن هي حقيقة، وخاصة في ذلك الوقت الفضيلة صح. الذي كان يعني تكمم دائما المرأة، لا غير مسموح لها بالحديث، حتى درست للابتدائية هي وما كملت فعلا درسها فعلا نعم. يعني هذه كانت تحكي عن علاقتها بأخيها. على كل، هي كان في عمرها 30 سنة جاءت هذا النكبة في 1948، كتبت الكثير عن فلسطين وعن القضية وعن الثورة وعن نعم. النضال، وفي نشيد اللي هو موطني اللي هو مشهور نعم. جدا نعم كتبه نعم. أخوها نعم. الناس تعتبره أنه النشيد الوطني الفلسطيني نعم. ويحفظوه على هذا. وكان النشيد الوطني الفلسطيني فعلا إلى يومنا يعني. هذا يعتبروه أنه النشيد الوطني الفلسطيني صحيح. هي هذا النشيد هذا
يعني ظل هو اللي خلاها تكتب شعر على نسقه. نعم. يعني تقراي الفدوى طوقان تحسي انه ابراهيم طوقان ما زال حيا. صح. امتداد لابراهيم طوقان. نعم. كاين قصيده انا مقطع صغير. نعم. كفاني اموت على ارضها وادفن فيها، وتحت ثراها اذوب وافنى، وابعث عشبا على ارضها، وابعث زهره تعيث بها كف طفل نمته بلادي، كفاني أظل بحضن بلادي ترابا وعشبا. الله، شو حلوة هالفقرة يا فضيلة، شو هيك جلتي فينا على يعني شعراء ومثقفين. بدي أشكرك جزيل الشكر لأنه دايما يعني أنت حضورك إضافة. الله يخليك. إضافة فعلا. أنا شاكرة لك ولكل عشاق القراءة في العالم العربي جميعا.